صباح الخير هيدا ولا كلمة. صباح الخير رندا، هذا الرواء عشانك رندا، يعني عبد الله صار لي 3 سنين مداوم في دنيا دنيا، ولا مرة حط ولا مرة حطيت لي شيء، يعني إذا بحط لي شيء بحط لي العب غيره، متعودين على الرواء مرة. شكرا، دائما تعالي رندا. صباح الخير عبد الله. صباح الخير، أهلا وسهلا، كيفك؟ تمام، وأنت كيفكم؟ تمام الحمد لله. دائما بنحكي المشروبات الغازية مضرة، ودائما بنفكر في السكر أول شيء. صح. بس هو مش الشيء الوحيد. اليوم رح نحكي عن أضرار تانية للمشروبات الغازية وخاصة على الأطفال. كتير بنشوف إنه إحنا مخصصين فقرة يوم السبت للأطفال، وقديش الأطفال عم بتكون صحتهم مهددة بسبب الأشياء اللي عم بيتناولوها. بنشوف أمهات بيعطوا مرات نص كاسة من المشروب الغازي للطفل على أساس إنه معلي بتقدر تشرب شوي بس، أو بنحط له بالسيبي كوب الكاسة البلاستيكية شوي، بنقول له لا ما رح أزد لك أكثر. خلينا اليوم نستعرض شو الأضرار على الأطفال على أسنان المينا تبع الأطفال، وخلينا نشوف بطريقة واضحة إيش هاي المشروبات الغازية عم تعمل لأسناننا لأجسامنا، وكمان خطر على أطفالنا. حلو، أنت عملتي لنا تجربة. صح، لحتى نشوفها. طيب إذا إحنا بنعرف إنه سعرات حرارية وبزيد الوزن، هذا بيخليهم كتير يكونوا هايبر، وبيبطل الأهل يلحقوا عليهم. هلا بدنا نيجي على الأسنان. اوكي، شو التجربة اللي عملتيها؟ اليوم رح نحكي عن تأثير المشروبات الغازية على الأسنان، وعلى فكرة قديش الأسنان عندنا بتكون قوية. إذا بتعرفوا إنه الأسنان هي أقوى منطقة أو أقوى شيء بالجسم، يعني أسنان. عشان هيك يس لما نشوف مثلا بال الميوزيومز بالمتاحف بنشوف مثلا في عندنا اسنان ديناصور او وات ايفر، بنشوف انه العظام بتبلش تتحلل، بس الاسنان هي اكثر شيء بضل فتره طويله، فممكن تضل قرون بعد ما الشخص يتوفى اسنانه بتضلها باقيه موجوده محلها. فهي تعتبر اقوى جزء من الجسم، واقوى حتى من العظام اللي عندنا اياها. معموله بالعاده من الكالسيوم، من الفوسفورس، من البروتين، بتركيبه معينه بتخليها تكون قويه جدا، بتتحمل كل الظروف اللي نحن بناكلها وانه نحن بنستخدمها على شكل مستمر. هلا اليوم رح نشوف انه تركيبه الاسنان تتلائم او تشابه تركيبه قشره البيض. الاسنان تبعيتنا معموله من الكالسيوم، ولكن الكالسيوم فوسفيت، ولكن البيض معمول من الكالسيوم كربونات، بس تقريبا الاثنين عندهم نفس التركيبه. رح نشوف اضرار المشروبات الغازيه على الاسنان بعد ما نحن نتناولها ب 12 ساعه. فانا تناولت المشروب الغازي، السكر والاسيد الحمض اللي فيه بضل يتاكل الاسنان لمده 12 ساعه. فنحن هاي البيضه حطيناها قبل 12 ساعة بالكوب، اللي هو على الساعة تقريبا 8 المساء امبارح حطيتها لمدة 12 ساعة. فرح أشوف هلأ شو تأثير المشروبات الغازية على القشرة الخارجية للبيض. هاتين شو؟ اوكي، جاهزين شو؟ جاهزين. طيب. هلا هو كثير حمضي مو اسيدك؟ صح، هو فيه سيتريك اسيد اللي هو يعتبر حمض كثير قوي، اوكي، على الاسنان، على المعده، وبيهري الاسنان وبيهري المعده. طب شو سر رند غذائيا؟ ليه بنحبه؟ هلا هو نسبة السكر اللي فيه كتير عالية، بعدين لازم ناخذ انتو كونسيدريشن او ناخذ بعين الاعتبار انه هو موجود مع كل الوجبات اللي نحن بنشربها، بنحسه انه هو بهضم، فكل حدا بحس عنده صعوبة بالهضم او مش قادر ياكل الاكل كله بيشرب شوي مشروبات غازية. الصودا اللي فيه، الغازات اللي فيه هي اللي بتعمل على تسريع هضم الاكل. بس للاسف هذا الشيء مش صحيح، احنا كلنا بنعتقد انه هي بتساعد لما الواحد يكون عنده مغص او لما يكون عنده وجع بالبطن بناخذ مشروب غازي غير ملون، ولكن للاسف هذا الشيء غير صحيح. غير صحيح ابدا. طيب هلا هاي البيضه كان لونها ابيض. نعم، قبل 12 ساعه حطيناها بكوب المشروبات الغازيه، هيك صار لونها. طلع اللون، معناته كثير بلون جدا. بلون، وهذا طبعا بسبب الحمض اللي بيكون موجود على المشروبات الغازية. إذا بنعمل زي هيك بنشوف إنه القشرة تبعت البيض بلشت تتآكل. يا سلام، شايفة؟ هذا الشيء نفس الشيء اللي بيصير بأسناننا، بتبلش القشور تتآكل. أوكي، هيو القشرة تبعت البيض تطلع بإيد الواحد بس بالفرك.
اوكي بتبلش القشور تتاكل، وهذا الشيء نفسه اللي رح يصير على اسناننا. بعد بفتره رح تبلش المينا تبع الاسنان ينفقد، يتاكل المينا تبع الاسنان، تتغلغل حتى المشروبات الغازيه للدنتاين واللي هي الطبقه الثانيه بعد المينا اللي بتحمي وبتركز تركيبة الكالسيوم بالأسنان، تتغلغل إلها وبتبلش تعمل تآكل بالأسنان. يعني إذا كان الأسنان اللي هو أقوى إشي بالجسم اللي بعيش يعني قد آلاف السنين، آلاف السنين بعد ما تتآكل من المشروبات الغازية، فما بالك معدتنا؟ صح. هلا هون نحن بنيجي بنحكي عن طفل، الطفل اللي لسه اسنانه بتكون لبنيه وعم ببدلها بالاسنان الاساسيه اللي هي لسه غير قادره على تحمل نسب عاليه من الحمض، حمض لسه ما تكدس فيها نسبه كافيه من الكالسيوم، لانه نحن بنعمل كالسيوم ديبوزيت، تكدس الكالسيوم بالاسنان والعظام، فبنشوف انه التاثير تبعها غير صحي ابدا. بنشوف انه نسبه الالوان اللي فيها كثير عاليه، هذا اللون طبعا الموجود بالمشروبات الغازيه بسبب الكارملايزد الكراميل. الكراميل بالعادة إحنا بنعمله بتدويب السكر، بندوب سكر بيطلع عنا كراميل، بس الكراميل اللي هون عنا إياه مش من تدويب السكر، هو عبارة عن أمونيوم وفوسفيت محطوطين على درجة حرارة كتير عالية، بطلع عندي الكراميل اللي بيعطي اللون البني. أوكي. وهذا الكراميل اللي موجود هو سبب رئيسي بالسرطانات المتعددة اللي عم نشوفها، لأنه هو من أخطر المواد على الجسم، خاصة أنه بيحتوي على الأمونيا. طب يعني معناته المشروبات الغازية الثانية اللي ألوانها مختلفة، يعني كثير في اعتقاد أنه مثلا المشروبات الغازية اللي لونها أبيض أنه أخف، وحتى احيانا بالعكس لما ناخذها زي دواء لما واحد يكون معه هذا اللي حكي يكون معه امساك او كذا بياخذها على يعني بياخذها كانها دواء. ففعلا المشروبات الغازيه البيضاء اخف من السودا نهائيا. الفرق الوحيد اللي بيكون بين المشروبات الملونه غير عن المشروبات الغير ملونه، انه المشروبات الملونه بتحتوي على الكراميل، الغير ملونه ما بتحتوي على هذا الصبغه او هاي اللون. التصبغات اللي صارت عندي هون مش بسبب بس اللون، ولكن بسبب الحمض اللي عمل على تاكل الكالسيوم، شال اول طبقه المينا الحاميه، وشال مثل ما شفنا الطبقه الحاميه تبعت البيضه، فبنشوف انه أضرارها بتكون متعددة. طب إذا حطينا يعني البيضة في مشروب غازي أبيض نفس الشيء حيصير فيها؟ نفس الشيء. هلا هاي البيضة لو ضلت بالمشروب الغازي لمدة أسبوع رح نلاحظ إنه كل هاي المينا كل القشرة رح تتآكل، رح يبطل موجود أصلاً في قشرة. والصوص اللي جوا بكون مات. هلا هاي مش صوص، هاي مسلوقة بالضبط. يعني هلا إذا بنقدر إحنا نلخص إنه المشروبات الغازية هي بتهري أسنان الأطفال. بالضبط. وممكن تكون سبب بالسرطانات، يعني مسرطن المواد اللي فيها. أكيد. هلا رح نحكي عن الأضرار الصحية الثانية غير عن الأسنان. تمام. ولكن تسم أب الأسنان، أول شيء الحمض اللي فيها بيتفاعل مع البكتيريا بيؤدي إلى تآكل المينا عندي عند الأسنان، مع كل شربة من المشروبات الغازية بضل مفعولها جاري لمدة 20 دقيقة مع كل شربة إحنا بناخدها، بتضل السكر والحمض اللي فيها فعال لمدة 12 ساعة، فهذا هو التأثير. وأكيد طبعا الحمض بقلل من قوة مينا الأسنان، وما ننسى أنها بتأثر على الطبقة الثانية لسه اللي تحت المينا اللي هي تسمى الدنتاين، وبتؤدي إلى مشاكل بالأسنان كتير كبيرة. وإنت هون محضرتي لنا سكر. طيب. هلأ هذا السكر بإيش موجود؟ هلأ هذا أوكي. هلا في عندي غير عن الأسنان عندي أضرار أخرى رح نحكي عنها. أوكي. طبعا دائما بنسمع أن المشروبات الغازية هي السبب الرئيسي بالإصابة بالسكري من النوع الثاني. نسبة السكر الكتير عالية بكوب واحد من المشروبات الغازية بتحط ضغط كتير كبير على البنكرياس أنه يفرز إنسولين سريع ليتعامل مع السكر. مع هذا الضغط المستمر لأكثر من مرة أو مرتين باليوم، مرات نحن بنستهلك هالمشروبات الغازية، بتشكل عندي مشاكل في البنكرياس غير قادر على إفراز كمية كبيرة من الإنسولين لتغطي كل كمية هاي السكر. هلا هاي السكر بقد ايه موجودة؟ بكوب واحد. كوب يعني 250 330 الكوب اللي هي علبة المشروبات الغازية، قد ايه؟ 17 معلقة صغيرة. 17 45 جرام من السكر. هلا هاي معلقة صغيرة. هاي معلقة صغيرة. هذول 17 معلقة صغيرة. هاي كلها بعلبة مشروبات غازية. تخيلي يعني قاتلة على فكرة تعطيها للطفل. طبعا تقدر تحطيهم في كاسة شاي مثلا، انت شوفي الطعم كيف تكوني كأنك عم تشربي قطر. يعني قد ايه نحن يعني ما بنحس، كلنا بنعرف انه مضر بس ما يعني ما بنحس لهالدرجه بسبب بجوز متعودنا. مثل ما بتعرف هيثم، احنا ما بنشوف الضرر لانه دائما لما نحكي نحن عن اضرار بنحكي عن شيء على المدى البعيد. يعني الاصابه بالسكري، طب ما انا لاصير عمري 50 سنه لانصاب بالسكري اذا شربت كل يوم مشروبات غازيه، هيك الناس بتفكر. فلا خلص خليني استمتع هلا، بس لما نشوف الضرر الحالي ايش رح تعمل بغضون 12 ساعه، وقتها لا ببلش افكر انه لا في شيء حالي وفي شيء كمان لبعدين. بجوز كمان الترويج الدعائي والحملات الدعائيه اللي كثير عملاقه على مستوى العالم طبعا
بتخلي يعني بتخفف او بتخلي بتسوي مثل غسيل دماغ للناس. اكيد اتس بليون دولار اندستري، يعني هي انه استثمار بليون مليارات الدولارات. بليونز اوف دولار. طيب شو بياثر غير الاسنان؟ طيب. البنكرياس. اوكي هلا ثاني شغله ممكن انه يؤدي الى السمنه عند الاطفال، خاصه انه فيه نسب عاليه جدا من السكر، بيعمل عند الطفل هايبر اكتيفيتي، زياده كثير كبيره بالنشاط، وهذا الشيء اكيد بقلل من تركيز الطفل ان كان بالمدرسه ان كان بالبيت. بصير الطفل يعمل حركات مش متوقع انه يعملها، بشوف شيء على الطاوله بكبه، بصير دائما نشط زياده عن اللزوم، الام غير قادره انها تسيطر عليه اكيد من نسب السكر العاليه. كمان شغله انه هو بيحتوي على نسب عاليه جدا من الكافيين، الكافيين يعتبر مدر للبول، فممكن يؤدي الى الجفاف عند استهلاكه بنسب عاليه. كثير بسمع نساء بيعانوا من هشاشه العظام، وبقول لي انه انا كنت استهلك كوب لكوبين باليوم من المشروبات الغازيه، بيعمل على سحب الكالسيوم من العظام، بفرغ الكالسيوم من العظام. عالي بالسعرات الحراريه لانه 17 معلقه شاي ومعلقه صغيره سكر بالكوب الواحد، يصيب الخطر بالاصابه بالسمنه. وكمان نحن حكينا قبل بفترة على شغلة بتسميها البي بي اي أو البيسفينول اي، مادة مسرطنة يغطى فيها البلاستيك أو بتكون موجودة بالبلاستيك. طبعا العلب المشروبات الغازية من الداخل بغطوها بالبي بي اي، فكمان بتزيد من الخطر. يعني بعتقد لازم يكون في وعي عند كل الامهات. خطير. بتعرف انا مره شو بصير الواحد لما يمسك بس علبه مشروبات غازيه ويصير يقرا المحتويات الاشياء هاد، ستريك البوتاسيوم، حامض الفوسفات الحارق الخارق المتفجر، هيك بتشوف الواحد بنجن لما يشوف يعني ولا شيء بنعرفه كلها. أكيد. بعدين مواد يعني كل الجدول الدوري. الامونيا نحن بنستعملها كيف اللي نحن بنستعمله سوري بس لننظف فيه المطابخ، لننظف فيه الحمامات، لنتخلص من البكتيريا تماما، هاي هي الامونيا. فنحن لما نعمل الكراميل اللي موجود فيها من امونيا وسلفيت تحت درجة حرارة كتير عالية ليطلع عندي هذا اللون، شو هي المكونات اللي أنا عم بستخدمها؟ طيب شكرا. نحن سوري رند بس عشان الوقت في أي إشي يعني سريع حابة تحكيه كمان. خلص تمام بس طيب. بتمنى إن الأشخاص نلاقي استبدال لهاي المشروبات ويكون عندنا وعي أكبر على الأشياء اللي عم نستهلكها إحنا وأطفالنا. أكيد كمان يمكن كافيتيريات المدارس انه كيف ببيعوا عشان الاولاد يصفوا كثير، هات مش قادرين يصرطوا على حالهم، كمان الاهل لازم عندهم وعي. شكرا. شكرا بند، يعطيك العافيه.